بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هننضف مع بعض الطاسه، شايفينها بقى شكلها عامل ازاي. طبعا احنا مش هنصبر لحد ما تبص خالص، لان انا مشتريها غاليه. طب هنعمل ايه؟ هننضفها مع بعض. انا حبيت ان انا انضفها وهي بالمرحله ديت كده، ما استناش شويه كمان، عشان ممكن لو كنت استنيت شويه كمان ما كنتش هعرف ان انا اسيطر عليها ولا هعرف انضفها. يلا بينا ننضفها ونقول ايه المكونات اللي احنا هنستعملها واحنا بننضفها. معايا هنا بيكربونات الصوديوم او كربوناتو عادي 3 معالق، معايا هنا بقى معلقه خل، معلقه ملح، اسفه، معلقه ملح الطعام العاديه اللي احنا بنستعملها. هناخد معلقتين الصغيره اللي هي بتاعه الشاي. هحط ايه تاني عليها؟ هحط بمعدل نص كوبايه خل. شايفين الفوران حصل ايه في الطاسه؟ وهنزل عليها وهي بتفور كده، انا غاليه ميه في الكاتل، هنزل عليها بميه سخنه بالشكل ده كده. هخلي الميه توصل للجوانب علشان انا اللي عايزه انضفه الجوانب بتاعتها بالشكل ده كده. كده بقى هسيبها شويه معدل ربع ساعه تكون البيكربوناتو بدأ يتفاعل. بصوا شايفينه بيعمل رغاوي ازاي، بدأ يتفاعل معاها وان شاء الله هتنضف بسهوله جدا. ودلوقتي بعد ما سبتها شويه بقى في الميه، بصوا الشكل بقى عامل ازاي، السواد اللي كان هنا بدا اللي هو ينزل جوه، بصوا نزل تحت في الارضيه، بقت الارضيه عامله ازاي. هجيب بقى ليفه ناعمه، ما تجيبيش سلكه ولا اي حاجه خشنه عشان ما تتجرحش منك، بالشكل ده كده اللي هي الاسبونشه العاديه بتاعه المواعين اهي بالشكل ده كده. هبدا بقى ان انا اغسلها، ادعك فيها كده بالراحه، بس قبل ما اعمل اي حاجه هنزل بس الميه ديت كده عشان ما تقعش مني على الرخامه. انا هنا دلقت الميه خالص عشان اعرف ان انا اغسلها. هبدا بقى ان انا اغسلها كده واحده واحده لحد ما كل اللي فيها ده يطلع. هو يعتبر طلع، لو اتفرجتي على الفيديو من اوله هتلاحظي الفرق. كمان هطلع دوت كده عشان يبقى شكلها كمان حلو. هبدا بقى ادعك كده كويس. لو حسيت ان انا محتاجه كربوناتو ممكن اخد شويه كربوناتو صغيرين كده على حرف الليفه من هنا كده، واروح ماسكاهم ودعك بيها من هنا زي ما انت شايفه كده، هيطلع معاكي ويبقى زي الفل. بص بقى بعد ما قعدت دعكت فيها كتير جدا، يعني على قد ما يعني بقت كويسه، طبعا ما بقتش زي الاول. هروح بقى اغسلها على تحت الحنفيه بالميه والصابون العادي عشان اشيل الكربونات والخل اللي انا حطيته كده. انا خلصت الحمد لله، والطاسه بتاعتي رجعت جديده، شايفينها كاني لسه جايباها دلوقتي حالا. حتى الحروف بتاعتها اللي هنا ديت طلعت كمان، بس ديت قعدت ادعكها جامد جدا باكتر جهد عندي لحد ما طلعتها، بس ما استخدمتش سلكه علشان خاطر السلكه ما تجرحهاش، طبعا انا خايفه عليها اكيد يعني. اي حاجه عندك بايظه كده حاولي تعدليها او تهتمي بيها قبل ما تبوظ اكتر، وما تقدريش ان انت تعالجيها يعني بالخل والكربونات ومعلقه ملح الطعام العاديه خالص. تقدري تعملي التيفال، جرانيت، الالومنيا كمان. اتمنى الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك الفيديو دوسيلي لايك، ولو اول مره تشرفيني دوسيلي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.